السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. هذا آخر فيديو إن شاء الله لمنصات المايكرو سيستم اليو جي اس. التفريغ اللي راح أشرح عليه هو دفعة مشت، لأنه الناس أعطاهم نفس المحاضرة. أنا بعرف إني بغير بالمصادر أحيانا، يعني مرة سلايدات، مرة أنا بلخص، مرة صميم، مرة مشت، لكن هو حسب المحاضرة. بالبداية اللهم صل وسلم، بعطي نوتس عن محاضرة ثلاث لازم أحكي عنها، هي تبع التلخيص تذكروها. يعني في شغلة هنا بسم الله اللي هي تبعت كانت البكتيريال فاجينوسس. بكتيريال فاجينوسس الأمين أند ويف تيست هو كلينيكال تيست، يعني المايكرولاب هو يعني بنعمل فيه، بس مش الهدف إنه ينعمل فيه، هو كلينيكال تيست، بمعنى إنه دكتور باخذ العينة وبحط على طول 10% كي او اف تبعته هاي، بعدين بشم الرائحة عشان يعرف هي بكتيريا الفاجينوسس ولا لا. هو كلينيكال تيست. في كمان عند ترايكومونس فاجيناليس، في اللهم صل محمد، بتعمل كومبليكيشنز بالفيميل، على السريع نروح لها. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي هي وينها؟ وراح؟ هاي هذا السلايد. هسا تريكوموناس فاجيناليس يجوا لي اسيمتوماتيك بالميلز، اوكي؟ بالفيميلز بتكون سيمتوماتيك، معروف البروفيوز واليالو فاوس ميلينج، ممكن تعمل هاي الكومبليكيشنز اللي هو برولونج بوست بارتم فيفر، اندوميترايتس، بريماتشور رابتشر اوف ميمبرينز، ساتولوجيكال تشينج سيرفايكال سيل مورفولوجي. اهم شيء بتكون يجوا لي اسيمتوماتيك بالميلز، ممكن تعمل نون سبيسيفيك اريثرايتس او نون جونوكوكال اريثرايتس، بتبعها اللهم صل على محمد ايبيديمايتس وبروستاتس، وممكن تعمل كمان بانات سيرفايكس. اوكي، هسه نرجع لموضوع محاضرتنا اليوم. انا بدي احكي وانا بشرح بالذات تبعت التست. التست هو كلينيكال تست، اوكي؟ انا كاتب عند المايكروبيولوجي بس هو كلينيكال تست، يعني بيعملوا الكلينيشن مش المايكرولا. نبدأ هسه بموضوع محاضرتنا. محاضرتنا اليوم هي سهلة ولطيفة. اللهم صل على سيدنا. موضوعها كالتالي، مواضيع هنحكي عن الكلاماديا ومايكوبلازما، هذول بكتيريا، وهنحكي عن سيندرومز ديزيز يجي مالتيبل ساينز اند سيمبتومز بيشكي منها البيشنت. يكونوا أربعة سيندرومز ومحطوط ثلاثة بسموها أربعة، النان جونوكوكال والرايتر سيندروم أو الأسيبتيك رياكتيف ارثرايتس، وعندنا بيلفيك انفلاماتوري ديز، وعندنا الجاي باول سندروم. نبدا بالبكتيريا ان شاء الله. الكلاماديا، الكلاماديا يا اخوان هي سمول نون موتايل اوبليجيت انتراسيلو جرام نيجاتيف بكتيريا. مهم نعرف انها، اللهم صل على محمد، جرام اوبليجيت انتراسيلو. من كلمه اوبليجيت انتراسيلو بنستنتج انها ايش؟ السيل فري كلتشر. وضعها كيف؟ سيل فري كلتشر اللي هي يعني الصحون اللي ما فيها خلايا، هل تنمو فيها الكانديدا؟ الجواب لا، ما بتنمو فيها الكانديدا. هي جرام نيجاتيف، اوكي؟ هي جرام نيجاتيف، السيل وول تبعها فيه المورفولوجي تبعت الجرام نيجاتيف بكتيريا. ولو انه، اللهم صل على سيدنا محمد، هاي البكتيريا اذا بنعطيها مثلا بنسلينز، هذا بيساعد على الكرونيسيتي اوف ذا انفكشن، هي كونترا انديكيتد، لانه بنسلين ببطئ النمو بس ما بقتل البكتيريا، فبيخليها ايش؟ ريزيستنت انفكشن، فهي كونترا انديكيتد. باي ذا واي هي دايمورفيك جروث سايكل 100%، يعني مهم جدا المعلومه انها دايمورفيك جروث سايكل، بمعنى انها بتعيش بشكلين، شكل بسموه اليمنتري وشكل بسموه ريتيكل. نرسم مع بعض عشان نفهم، اليوم ما فيش ليفنج اليوم، وهذا اللطيف يعني ما في لا ليفنج كود اليوم. اللهم صل على محمد. احنا عندنا الاليمنتري وعندنا الريتيكولات بوديز، اوكي؟ هسه هذول الفورمز اللي راح نلاقي فيهم الكلاماديا. هاي بتختلف حسب وين الكلاماديا، اذا كانت جوا الخليه شو بسموها؟ بسموها ريتيكولات، اذا كانت برا الخليه اليمنتري. نرسم رسم هيك كرتونش لطيف، اي خليه عندنا من خلايا الجسم هيك لطيفه، هاي نرسم هاي نهدي. الاليمنتري بعدين مثلا نصوره بهاي الدائرة،
هاي بتكون كلاماديا برا الخلية، بتكون infectious لأنها بتستطيع تصيب هاي الخلية فبتفوت، فإذا هي infectious. وكونها برا الخلية وهاي obligate intracellular، معنى ذلك لما تكون برا الخلية ميتابوليكالي شو بتكون؟ بتكون inner، ما بتعمل ميتابوليزم. وكونها ما بتعمل ميتابوليزم رح نستنتج إنها وش بتشبه السبورز تبعت البكتيريا، وبالتالي هاي بتكون environmental resistant. أيضا ما بتنقسم لأنه ميتابوليكالي inner. هاي الانتري بادي لما تفوت الخلية هون يعني بتبلش الحفلة. شو الحفلة؟ أول شيء حجمها بيكبر، أنه عندك إيش؟ ريبليكيشن قاعد بصير. وكون عندك ريبليكيشن معناته إحنا عندنا الآن إيش؟ ميتابوليزم. وهاي كونها جوا الخلية هي قاعد بتعمل ميتابوليزم وديفيجن، لكن اللهم صل على محمد لما بدها تطلع كيف تطلع؟ تطلع شكل إيش؟ الانتري باديز. يعني هاي بتنقسم لإلمنتري باديز صغار، فاهمين علي؟ فبالتالي هي مش انفكشوس. انفكشوس مين؟ إلمنتري باديز. اوكي اوكي، ما تكون واضحه. هاي إلمنتري باديز هذول كونوا برا الخليه اذا انفكشوس، اصغر لانه ما في ميتابوليزم. ما في ميتابوليزم معناتها بتشبه السبوس تبعت البكتيريا بتكون انفايرمنتالي ريزيستنت وميتابوليكالي انرت لانها ايش؟ برا الخليه. ناقصها عن الريتيكولات باديز، هذه كانت سمولر اذا هاي لارجر. Infectious هي non-infectious. Environmentally resistant هاي اللي كان جوا الخلية، يعني هاي صارت ليش نحكي environmentally resistant. Intracellular replication لأنه عندنا metabolism. هاي play a morphic قاعدة تكبر لأنه بعدين تنقسم لـ elementary buddies قبل ما تطلع، والـ elementary buddies بروح يصيبوا خلايا أخرى. فهمتوا علي؟ هاي elementary body وهاي elementary body لما فات جوا الخلية بتحول لهذا الشكل. كل التصوير بس reticulate body في metabolism في replication تنقسم elementary bodies. طبعا مش انه كل واحد بتعطي ثنتين، لا بس هي عشان الرسم. تنقسم elementary bodies بيطلع برا الخلية بروح يسيبوا خلية اخرى. هي dimorphic هاي مهمة ركز على الدكتور حكى في سؤال محتمل يجي هون. Chlamydia species that are pathogenic to humans. مين Chlamydia species رح يسبب امراض للهيومن؟ هم ثلاثة. Trachomatis هي very important. Pneumoniae هتعمل نمونيا راح نشوفها بالأرس. وستاسي راح نشوفها أيضا بالأرس. ستاسي أبدأ فيها هي زونوريك ديزيز. زونوسس، زونوسس يعني مرض بنتقل من الحيوانات للإنسان. أوكي، هذا بيعمل respiratory infections و gut infections. هاي gut مش هنا في عنا gut، هنا في عنا gut. هاي بتفرق عن GUT. اللي بقرأ السلايدات راح أشوف هنا مكتوب GUT بس للتمييز. يعني GUT هاي معناها جنت يونري تراك. الجت هاي لا المعدة يعني، القسم تصنع التراك يعني. فالجت infections وsystemic infections وين؟ بالطيور in birds. systemic وجت وسبراتوري. ستاسين أو أورنيثين اللي يعني هنا إذا صابت الحمام يسموه أورنيثين، وإذا صابت الببغاوات يسموه ستاسين، وإذا انتقلت للإنسان راح تعمل severe fatal pneumonia. انتقلت من الحمام أورنيثوسس، انتقلت من الببغاوات ستاسوسس، ستاكوسس عفوا. هاي الستاسي يعني. كلاماديا نومونياي بسموها TWAR تايوان أكيوت ريسبيراتوري ايجنت، تعمل سيفير أو مالتو سيفير عفوا أكيوت ريسبيراتوري انفكشن لايك فارنجايتس برونكايتس نومونيا، يعني تعمل أبر ولور ريسبيراتوري تراك انفكشن. اللي بهمنا احنا مين؟ اللي هي تراخومات. صح نحكي عنها شوي باستفاضة، هاي بتهمني كثير يعني. يعني تعمل eye infections وبيسموه تراخوما، و respiratory tract infections هاي بنيونات بتعمل، و genitourinary tract infections صح نيجي عنهم بالتفصيل إن شاء الله. كلمات تراخوماتس هي بتعمل ثلاث أنواع من infections ماشي، قسموها العلماء حسب السيروتايب. يعني وجدوا أنه سيروتايبس معينة تعمل infection معين دون الأخرى. فالسيروتايبس إيش؟ A B C أو بالسلايدات A to C. إيش شحطة C يعني؟ أوكي، هاي بتعمل eye infections، بتكون conjunctivitis أوكي، وبيسموها تراخوما. وبعد ذوي معلومة لطيفة لكم يعني، التراخوما وجدوا كتابات، إيه معلومة هيك على الجانب، وجدوا كتابات مصرية عنها 3800 قبل الميلاد بي سي، كانت عن السنة القدامى حكوا عنها. فهو disease very old التراخوما. نحكي عن الإشي اللي بهمنا إحنا اللي هو D to K. فتراخوما هي eye infection. اوكي، دي تو كي بهم انه بيعمل لي ثلاث اشياء: eye infection،
respiratory tract infections و genitourinary tract infections. اوكي طيب اللهم صل على محمد. هسه الرسبار وين نطلع شوي الاي انفكشنز. اي انفكشنز راح تكون هون اما بالادلت على ماشي نازل احسن اما بالادلت او بالنيونيتس. هسه بالنيونيتس نيونيتال كوندكتيفاتس اسمها اوبثالمينيوناتورم نفس اسم تبعت الجونوكوكس. الادلت بسموه ادلت انكلوجن كوندكتيفاتس في عندنا احنا intracytoplasmic inclusion body stain and gems stain conductive scrapping. يعني لو تشوفوا مثلا صورة على النت هتلاقوا الخلية اللي جواتها الكلامادي يعني هاي مثلا نواة الخلية تبعت الجسم. اوكي تلاقوا انتم هنا هيك زي بوديز صغار بتكون عبارة عن كلاماديا جوا فاكيوز وفيها ليبيدز. اوكي هاي inclusion bodies يعني يسموها مميزة فيها الكلاماديا يعني. نشوفها بهذا المايكرو اورجانيزمز كمان فبيكون خصائص مختلف حسب الميكروبيولوجي. فهذا تونيتال وبثامينيوناتورم للتذكير هي فيها كونجنكتيفايتس فيها كورنت كونجنكتيفال ديسشارج طبعا لانه بكتيريا انفكشن بتعمل بس ذا موست كومن كوزز اللي هم كمال تراخوماتس ونسيره جونوريه وهذا بالحالتين بيكون ايش فاجانا البيرث والفاجانا كان كولونايز فانتقل للنت وقعد بينزل ببيرث كانال. تعرف عشان هيك لازم نعمل احنا روتين ماتيرنال برينيتال سكرينينجز وهاي مهمة يعني كثير مهمة السكرينينجز يعني. اللهم صل على محمد. احنا عشان نحفظها كويس بدنا ما ناخذ ديزيز نكتبها على جنب عشان نقعدوا مع بعض فاحنا بنحكي الدي تو كي الاي تو سي خلص يعني هذيك على طول اي انفكشن تراخوما. الدي تو كي ممكن تكون بالاي الاي رح نحكي ادلت خلونا على الخط بس بكتب بسرعة او نيونيت. اوكي اسعار على شيء ثاني اللي هو ايش اسبيرتي تراك انفكشنز وهي بسيطه نيونيت تيبيكال نمونيا يعني النيونيت هو قاعد بينزل يا باخذ نيونيتورم يا باخذ نيونيت تيبيكال نمونيا ممكن ناخذ الثنتين يعني. ليفين كنت بحكي انه من كل 10 راح ينصابوا بثامينيوناتورم دو تو فماده تراخوماتس واحد راح يطلع معه كمان ايش نمونيا فانا ريسبيرتوري تراك ان نيونيتس. عنا آخر شيء هاي اللي بتهمنا بهذا السيستم أكثر شيء يعني ال genitourinary tract infections بالميلز وبالفيميلز. كلامادة تراخوماتس يا إخوان هي most common cause of non-specific urethritis. non-specific urethritis أو اسم الدلع non-gonococcal urethritis ممكن تعمل complications تصير epididymitis. البروكتاتس هي بتصير بالهوموسيكسوالز هي بتكون بالإبيثيليوم تبع الركتم. وعند رايتر سندروم حكينا آخر شيء إن شاء الله يعني هي ليك تعرفوا بس للآن إنها بتعمل نون سبيسيفيك أورثرايتس هذا أهم شيء بس ومست كومن كوز لأنها نون سبيسيفيك أورثرايتس. بالفيميلز ممكن تعمل سيرفيسايتس إندومترايتس بيري هيباتايتس بيري أبندسايتس إكليبيجنسي تيبا إنفيرتيتي بيبي إنفيرتيتي. هسا هذا يا أخوان حفظ الحرف إله مستحيل يعني لكن عشان اللهم صل على محمد يعني نشمل المحاضرة كنا نحفظ هاي فضلك التالي. الكلمات التراخوماتس بتسبب بلفيك انفلماتوري ديزيز. اوكي بلفيك انفلماتوري ديزيز هو ايش؟ انفلاميشن باليونري جينيتال يوروجينيتال تراكت اوف ذا فيميل. اوكي وبالتالي راح نشوف فيها ايش؟ اندومترايتس نشوف فيها ايش؟ سيرفيسايتس نشوف فيها ايش؟ تيوبال انفيرتيليتي تلاقي عندك اكستنسيف سكارينج ممكن نسكر حتى الفيمبريي فتبطل تستقبل اوفم عندك انفيرتيل اكتب بريجننسي انه تصير بتبطل ايش تشتغل. وضع لكم تحفظوا البيري هيباتايتس والبيري أبندسايتس وهذا كومون سنس لأنه أنت بتعمل إنفكشن عفوا إنفلاميشن باليوروجينيتال تراك وده فيميل. طب شو فيها عليها؟ في عليها في بيريميتريوم وعجنابه بيطلع البرود ليجامنت البرود ليجامنت موصول بالأطراف من وين؟ ببريتونيوم فممكن الإنفكشن والإنفلاميشن تصعد على البريتونيوم وتعمل مثلا بيري هيباتايتس ممكن تعرض البيري أبندسايتس. أوكي أوكي يعني بس حفظ الحرفي مش مطلوب يعني مستحيل نحفظ حرفي يعني هاي مش إنها PID. السيروتايبس L1 L2 L3 إحنا اللهم صل على محمد ماشين ك D to K يعني A B C D E F G H J K طبعا كلهم سيروتايبس من عند D لل K. أي حكينا أدلت ونيونات أرسباتو يعني ونيونات. هسا ال G U T نقسمها ل male و female. الميل أهم إشي نعرف إيش
هما شغلتين النون سبيسيفيك يوريثرايتس والرايترز سيندروم. اوكي الرايترز راح نجي ان شاء الله اخر شيء بالمحاضره يعني نحكي عنها ومهمه صراحه يعني هاي يعني هاي 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 الفيميل اهم شيء نعرف انها بتعمل بي اي دي وباقي الاعراض باقي المانيفستيشنز تيجي من خلال حفظ بس كلمه بي اي دي. نجي هسه على النوع الثالث لا مش نوع النوع الثالث من كمال تراخوماتس احنا قلنا اي تو سي دي تو كي كان ال1 ال2 ال3 هيك سموها يعني ال جاي من ليمف نودز بتعمل ديزيز اسمه ليمفو جرانيولوما فينيريوم فينيريوم من فينيريال اللي شو يعني منتقل جنسيا يعني. ليمفو جرانيولوما انا جرانيولوماز وين بالليمف نودز هاي سيكشوال ترانسميتد ديزيز انديميك ان تروبيكال ارياز اللهم صل على محمد ده احكي عنه مباشره هنا بنرجع للحكي اللي فوق هو سيكشوال ترانسميتد انفكشن ماشي that is endemic in the tropics بسبب كما يعني commonly caused by كمادة تراخوماتس L1 L2 L3 هذا rare بالـ USA واذا سجل بالعاده بيكون بالهوموسيكشوالز من having sex with men clinical manifestations males و females على طول نروح على الصوره هاي اي اخوان تعرفوا شو هاي هاي الليمف نود صار فيها swollen هاي بسموها بيوبوز very large بتكون بعدين تنفجر ممكن تعمل درين السانس تعمل نشوفها كمان وين باليرسينا بيستس بتاعت الطاعون الانفو كان لون ما فينيريا ما نتوقع كونه شفنا هاي الليمف نود صار فيها هيك نتوقع المانيفستيشنز راح تكون وين بالليمف نود وفعليا بالميلز هتلاقي انت عندك primary painless spinal ulcer يعني often unnoticed مش مهم كثير بهمنا ايش painful inguinal and femoral lymphadenopathy اوكي painful enlargement وفي suppuration وفي abscess formation وعندنا fluctuant pupils اللي هي يعني ايش بتقول هاي pupil وsinus formation لما يعني مثلا عندك زي قناة بصير فيها درنج للبص ممكن تيجي بروكتاتس بالهوموسيكشوالز همشينا painful lymphadenopathy painful lymphadenopathy بتكون بالانجوان والفيمورال هاي اهم شيء بالفيميلز اللهم صل على سيدنا محمد هاي the most common presentation بس بما تعرفوه اللي هو جينيتو انوريكتال سيندروم وفيها pelvic lymphadenopathy مش inguinal pelvic lymphadenopathy شوفوا كيف شايفين هذا يا اخوان هاي الحفرة هذا هو الساينس هيك بيكون قناة بيطلع منها بس اوكي يعني مشكلة اتوقع هاي ما اعرفش اذا كانت انفكشن ولا قاعدين بيعملوا لها درينج انه لما بدك تعمل درينج لابسس بده يخزقوها ويطلعوا البص حرفين بيضغطوا عليه يطلع يعني بس يعني مشكلة بالنهاية painful enlargement للليمف نودز بيهمني تعرف انجنتو انوريكتال سيندروم اهم شيء يعني اما باقي الاشياء يعني infection extends to the rectum and rectal vaginal septum leading to proctitis with rectal structure يعني تضيقات fistulae على ما اعتقد هي sinus بربط between two epithelial structures يعني epithelial structures يعني كيف احكي لكم مثلا بين الريكتم يعني ما اعتقد حسب ما شفت هذا مثلا الريكتم وهذا السكن فبتلاقوه فاتح من هون لهون هم شو بعد اكتينوماسس مش كثير مهم يعني مش تعرف ان جينيتو انوريكتال سيندروم يعني صراحه هنا كلامات تراخوماتس ال1 ال2 ال3 بالميل انجوانال ليمف نودز بالفيميل بلفيك ليمف نودز نرجع هسه على اللاب دياجنوزيس للكلاماديا الكلاماديا لها سيل كلتشر خاص فيها احنا قلنا سيل فري كلتشر مستحيل لانها ابليت انترسيلور وبالتالي بدنا سيل كلتشر بسموه المكوي المكوي هذا سبيسيفيك تبعته 100% والسنسيتيفيتي 70 ل 85% وهذا يستخدم بالذات يعني للسكشوال اسولت الاعتداء الجنسي او تشايلد ابيوز اعتداء الاطفال سيرولوجي دايجنوستيك ميثودز هذا اللي يستخدم هذا يعني بده مايكروبيولوجي لاب متخصص لكن هذا لا هذا اللي نقدر نعمل يعني سيرولوجي ايزير سبيسيفيك بيعطي فاستر واذا كان السنسيتيفيتي 50 ل 90% سبيسيفيسيتي انه متخصص بباثوجين معين سبيسيفيتي انه قديش ممكن يعطيك فوز نيجاتيف وفوز بوزيتيف فاهمين على زي هيك يعني كل ما عادت السنسيتيفيتي كل ما كان احسن بي سي ار دايجنوستس هذا 100% احسن شيء هذا يعني اي شيء اي ترى اي باثوجين بتلاحظه كل السيستمات تلاقوا دائما في بي سي ار وهو احسن شيء لكن مش موجود دائما يعني
اوكي طبعا مور اكسبنسيف بس بيعطي زي سكرينينج. هذا يستخدم في اليورين والهايفاجينال سبوت. اهم شيء تعرف انه المكوي تابع للكلاماديا اللهم صل على سيدنا محمد، وانه البي سي ار ممكن تستخدم باليورين والهايفاجينال سبوت. كلاماديا تريتمنت شو عشان نخلص من كمان نروح على المايكوبلازما ان شاء الله. يلا كلاماديا تريتمنت، كلاماديا هي انتراسيلولار باثوجين، والانتراسيلولار باثوجينز هستخدم لهم certain families of antibiotics. احفظوها من الآن للمادة هاي بشكل عام. أكثر اثنين راح يمروا علينا دائماً للانتراسيلولار باثوجينز عائلتين، تتراسايكلينز ومين ماكرونز. هذول الاثنين راح يمروا معنا دائماً للانتراسيلولار باثوجينز، احفظوها من الآن، تتراسايكلين وماكرونز. وعم شوفوا هنا شو كون الانتراسيلولار باثوجين، تتراسايكلينز وماكرولايدز اللي هي دوكسيسايكلين، هذا بس تتراسايكلين، وعندنا كمان إريثروميسين هذا ماكرولايد، ممكن نعطي نيو ماكرولايدز. هسه في شغله ملحوظه انتيبيوتكس مهمه، انه ادلتس دوكسيسايكلين، يونج تشيلدرن إريثروميسين او ماكرولايدز. يعني ليش؟ طبعا يونج تشيلدرن وبريجننت ليديز، لانه تتراسايكلينز كونترا انديكيت اللي يعطوه باليونج تشيلدرن والبريجننت ليديز، لانه مشكله تراتوجينيك بحث عن نمو العظام للأطفال، فبالتالي ما بيعطوهم تتراسايكلينز، لكن شو بيعطوهم؟ ماكرولايدز. هذا السبب، ولأنه هو نافع علاج الانفكشن يعني. اوكي هاي مكتوب the drug of choice to treat clamid infections would be an antimicrobial agent with an activity against a typical intracellular microorganism. أنا intracellular قلنا لكم عن موضوع البنسلين، موضوع البنسلين قلنا لكم عنه الكورس هذا مش مهم. اوكي نيفوغرانيلوما فينيريا L1 L2 L3 سيروتابس وكلاماديا تراخوماتس بالميلز تملي بينفون جوانا الليمفادينوباثي، بالفيميلز بتكون بلفيك، والموست كومون مانيفستيشن للفيميلز بالليمفوغرانيلوما فينيريا ايش؟ جينيتو انوريكتال سيندروم. هاي بتنشاف ايجيا باي ذا واي، افريقيا، لكن بس اي نادر تشوفها. وهاي هي البيوبلز يا اخوان، هاي الليمف نود صار فيها سوين كثير 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 معبي. بس هاي الفراي تيست هذا ايش؟ هذا تيست اللهم صل على محمد لا الكلاماديا تراخوماتس L1 L2 L3. الفراي تيست نفس الاماي تيست اللي حكينا عنه بعد المحاضره وتبع البكتيريا فاجينوسس، نفس الشيء هذا، شيء مميز وبطل استخدمه، لكن بدك تعرف انه الفراي تيست تابع هو بطل استخدمه، ما يقدر يستخدم الان، لكن لازم تعرفه تربطوه بالليمفوغرانيلوما فينيريا. ممكن يجيك سؤال بالامتحان which of the following is mismatched ليمفوغرانيلوما فينيريا and فراي تيست، هذا ماتش، هذا مش الجواب الغلط او مش الجواب لازم اختاره انا. فهو واز ديوز زمان يعني بطل استخدمه، لكن بزماناته بشبابه كان يعني المايلستون ان ذا اندرستاندينج اوف ميولوجي، كان يعني شيء انجاز في علم المناعه. المناعه الحديث يعني هسه هو شو بيعمله؟ سمبلي هو بيشبه تبع التي بي السكين تيست، بجيبوا انتيجنز للكلاماديا تراخوماتس وبيحقوها بالعيان، اذا صار عنده بوزيتيف سكين رياكشن بعرف انه ايش شو عنده الجي في، يكون انت دائما انجكشن. كيف بتجيبوها؟ بتجيبوها بالبدايه كانوا يعملوا يسحب يعملوا اسبيريشن لبص من ان رابتشر الجي في عشان نتاكد انها مش كولونايز يعني بأذر بكتيريا، وبيحقنوها بالسكن نشوف. بعدين صاروا يطلعوها من المايس في ايران يعني، هسه بطلوا يستخدموها اصلا، مستخدم هسه شو سيرولوجي هذا يعني تبغوا نتاكد 100% انك كلاماديا بدنا نعمل ماكوي سيل كلتشر، وهذا لا يستخدم الا مايكرو لابز، مايكرو بيولوجي لابز متخصصة. يعني عندنا مثلا لا يشتغل على فرض انه يجب مثلا واحد من الجي في لا يشتغل هذا الماكوي مستخدم سيرولوجي. التريتمنت الجي في بنهاية ايش يا اخوان؟ انسوا انها لينفادينوباثي وبيوبوس بنهاية شو هي؟ كلاماديا. فبالتالي الكلمة السحرية انت سيلر تتراسايكلين ماكرولايدز وراها تتراسايكلين دوكسيسايكلين إريثروميسين نيو ماكرولايدز. اوكي الويكس مش مهم، هيك احنا خلصنا الكلامات. فعلى السريع هاي الفيستو لو كانت هاي حكينا الجي و تي، هاي الدي دي تو كي. على السريع كلاماديا الباثوجينيك سترينز اللي هم ستاسي نموني تراخوماتس كثير مني انه هاي راح ندرس عنها باليو جي اس. تراخوماتس تنقسم الى ثلاثة جروبس، سيروتابس اي تو سي تعمل لي اي انفكشنز تراخوما، دي تو كي تعمل لي اي انفكشنز بس فرت تراكت انفكشنز بنيونيتس،
وبالمئة استعمال نون سبيسيفيك يوريثرايتس مع رايتر سندروم، وبالفي لازم تعمل لي بي اي دي والمانيفستيشنز اللي نقدر نحفظها بمعنى معرفتنا بسبب بي اي دي، وعندنا السيروتايب الثالث هو L1 L2 L3 لينفوغرانوما فينيل. easy ان شاء الله. ننتقل الى المايكوبلازما، وهي صراحه المايكوبلازما فخم يعني المايكوبلازما. المايكوبلازما يا اخوان اسمها يقسم الى مايكو اند بلازماس. مايكو فانجس، بلازماس بلازما مولد يعني سهلة التشكل، فهمت علي؟ هي فانجل لايك مايكرو اورجانيزمز يشبههم يعني وسهلة التشكل، هي لاك سيل وول وما عندهم سيل وول هذول، فبالتالي هم ريزيستنت لمين؟ للبنسلينز. محاضرة اليوم هي محاضرة الاكتئاب للبنسلين، لا الكلاماديا يستخدم ضد البنسلينز عكس كونترا انديكيتد، هذول على الفاضي يعني. فهذول ما عندهم سيل وول، عندهم ايش عندهم؟ بس الممبرينز يعني، وبكون بلاستيك، بلاستيك يعني بتشكل كثير، فهذولا بليومورفيك مورفولوجي يعني. بليومورفيك، اوكي؟ اوكي. اللهم صل على سيدنا محمد، مين راح نهتم فيهم؟ مش هذول. هذول المكتوبين هون فيرمنتنز وسليفاريوم وأورالي، هذولا اللي تم اكتشافهم. يعني مايكوبلازما ما كانت معروفة. بعدين صاروا دام تلاقي بيزرعوا فيروس زي كان الدكتور حكى انه كان يزرعوا سيلك كلتشر عشان الفيروسز. كل ما يطلعوا على العين يلاقوها كلوناس باي سيرتن بكتيريا يعني مش ملاش علاقة بالفيروس. دوروا ودوروا طلعت مايكوبلازما، سموه مايكوبلازما. مين الكونتامينتس؟ كانوا الشعب الثلاثة هذول. هذول سمولست فري ليفينج مايكرو اورجانيزمز وبنقسموا بالباينري فيشن. عندهم سمول جينوم، اوكي يعني سمولست فري ليفينج مايكرو اورجانيزم حيكون الجينوم تبعهم كبير، كومن سنس. وكونوا سمول يعني العلم يعني كونوا سمول، فبالتالي ما عليك كثير جينز. فاوسيتي نقص of biochemical activity لأنه ما عندها جين نوم يعطيها كثير انزيمز، وكونها positive of biochemical activities إذن بالتالي هي fastidious. شنال fastidiousness، fastidious يعني بكل بساطة زي اللي قبليها يعني، لكن ايش هي free living، هي free living bacteria. اوكي كونها free living إذن cell free culture media راح نجيها تعال بس keep it in mind. حتى لو هي فاستيز لكنها free living، هي smallest free living، فبالتالي self free culture media عكس مين الكلاماديا. الكلاماديا كان obligate intercellular، ممكن يجي صعب الامتحان مثلا وجود fungus mismatch، لأنه الدكتور دكتور ناصر ركز على الصيغة يعني وجود fungus mismatch self free cultures and mycoplasma، هذا مش mismatch، هذا صحيح mismatch لما تكون مثلا تحكي كلاماديا مع self free culture، هذا غلط. الشباب اللي عندنا smallest free living جينهم تبعهم سمول، إذا هم فاستيدس، لكن كيمة المادة دولة free living they are cell wall deficient قصة البنسلين. Probably gram positive organisms that lost their peptidoglycan wall، مش مهمة. That is why they are resistant to lysosomes، سنحكي شو هذول. مش lysosomes، تتوقع lysozyme، lysozyme مش soms، lysozyme هو بيطلع اللهم صل على محمد بالbody secretions مثلا بالعرق، وهذا وظيفته تكسير الجليكو بيبتيدوغلايكان، يكسر البيبتيدوغلايكان او كان موجود بالسيل وول يعني. اخذنا ايام الانيتمي هذا المايكرو جينال مايكروجين ذكر فيها لاتوتون، هو ضد يعني هذا الانيتمي بيكسر السيل وول يعني ما عندها السيل وول اذا على الفاضي، وكونه السيل وول سيستم انهبيتورز بيستهدف السيل وول وهي ما عندها اذا هذول الشباب على الفاضي. مين هم؟ البنسلين، السبورينز، اللانكومايسين، الكاربابينز، و الله شو كان باقي معهم؟ توقع مونوباكتر نعم. هذول عندهم بدل السيل وول عندهم بايلاير سيل ممبرين وذ كوليسترول. بس الكوليسترول بالعاده ما بيكون بالبروكاريوتيك سيل وول، اوكي بالسيل ممبرين ما بيكون فيها كوليسترول، لكن هاي لانه ما عندها سيل وول ربنا عوضها بايش؟ كوليسترول از ان انتجرال كومبوننت، وهذا الكوليسترول مفيد جدا بيحميها اجينست اكسترنال اوزموتيك بريشر تشينجز، اوكي يعني التغير الاوزمولاريتي حواليها ما بيأثر عليها، يا جبل ما يهزك ريح او بالاحرى هون يا بكتيريا ما يهزك مي. That is why the mycoplasmas are susceptible to agents forming complexes with sterol. هسا مين السيل ميمبرين تبعهم فيه سترول؟ زي اللي هو الفانجال عندهم ارغوستيرول، مش كويس عندهم ارغوستيرول. هناك عندنا انتي بايوتيك، مش انتي بايوتيك، عندنا انتي فانجل
يسموه أنفوتيرسين بي، هذا أخذناه من جنرال مايكروبيولوجي، هذا ممتاز للأنتي فانجال إنفكشنز، بيرتبط بالإيرغوستوم الموجود بالسلمبرين تبع مين؟ تبع الفانجاي. وكونه المايكوبلازما عندها كوليسترول هذا له تأثير على المايكوبلازما، لكن لا يستخدم لأنه الهيومن سيلز عندهم أيضا كوليسترول، فالسايد افكتس بتكون بالهبل. وأيضا عندك السايكونين والديجيتونين، هذول ديترجنتس مستخلصات من النباتات يعني، هذول مش يستخدموا اللهم صل محمد زي الأنتي بايوتكس مثلا، لا هذول ديترجنتس يعني معقمات والأشياء. ليش هذول بيأثروا على مايكوبلازما؟ اتذكر سيل وول ديفيشن، بس ربنا عوضها بالكوليسترول. جروث اوف مايكوبلازما هم حكيتها سيل فري كلتشر ميديا، لانهم فري ليفينج وهم فاستيدس، يعني هم فري ليفينج وفاستيدس وذ كومبلكس نيوتريشنال اند كالتيفيشن ريكويرمنتس. طبعا يعني هسه هي صح سيل فري، لكن حتى لو بدك تزرعها بدون خليه راح تغلب، يعني بدها ايش؟ بدها كومبلكس نيوتريشنال وكالتيفيشن ريكويرمنتس. هسه موضوع الايسوليشن اللهم صل على محمد، الدكتور ما اهتم فيه يعني حكى ما عجب على السؤال. اوكي اوكي فقط ولا حاجه، لكن انا بهمني هيا اللي هو الابيرنس تبعها لللاب، وممكن كمان سؤال مسماش يعني يجي المايكوبلازمز مميزات اللي هي وراها بالفرايد ايج ابيرنس. هيا فرايد ايج ابيرنس اجار امبيدد كولونيز، بيكون شكلها حرفيا زي هيك يا اخوان، جبت الصور مش مشكله هاي ال هيك إيه. انا نشهيك شوي ثواني شوي نعمل هيك نجيب لون ايش هيك إيه. المفروض يكون اصفر ماشي مشوني يعني، هذا مش اصفر ابدا بس مشوني هيك بكون شكلها يعني، ما بيكون بالنص اصفر لا، بس بيكون مثل الفرايد ايج ابيرنس اللي بسموه البيض العيون، مش المسبوق ولا المقلي لا، بيض عيون ومصفر بالنص والبياض يعني انقلى انجاز التعبير. فهي شو سببها؟ انه الكونز اللي بالنص يكونوا غاص ولا جوا، بينما الاطراف لا بتطلع لجوا المنطقه اللي بالنص دارك مقارنه بالمنطقه اللي برا، فبيكون شكلها زي الفرايد ايج ابييرنس. هي المايكوبلازما بشكل عام. في سبيشيز تابعه للمايكوبلازما اسم الدلع تبعها يوريا بلازما يوريتيكم، ما عندهم ايش الشكل من برا، فقط عندهم انه ايش مش هرسم حواليها عشان ما تفكروا موجوده، عندهم بس هاي بتكون هيك غايصه ودارك زون، ما في حواليها البياض انجاز التعبير. هي مكتوب هون يوريا بلازما ا سبيشيز من مايكوبلازما. ايش سموا يوريا بلازما؟ تم هيدروسيس لليوريا، هي تايني مايكوبلازما اي لكن البريفرال زون اوف جروث، مش هيك بس بتلاقي الدارك زون اللي بالنص، اما اللي حواليها لا، بينما الباقي عندهم ايش سنترال اوبيك زون بتكون دارك مع ترانسلوسنت زون على الاطراف اللي بتمثل البياض. اوكي اوكي احفظوها يعني شيء لطيف صراحه. الباثوجينيك سبيشيز اوف مايكوبلازما قلنا نص المحاضره يعني ماذا لطيف. عندنا مايكوبلازما نمونياي بسموها الياتن ايجنت، راح نحكي عنها ايام الاسبيراتوري تراك سيستم، الاسبيراتوري تراك سيستم شو السيستم الاسبيراتوري سيستم. هذا الموست كومون كوز اوف اي تيبيكال نمونيا. الاي تيبيكال نمونيا هي النمونيا التي لم تسببها النيوموكوكس. احنا فوق حكينا يونيت الاي تيبيكال نمونيا لانه النيوموكوكس ما بتسببها، يعني لو كانت نمونيا دوتو نيوموكوكس بسموها تيبيكال. هي وورد وايد ديستريبيوشن تنتقل بكلوز كونتاكت. اوكي احنا حكينا ايام ريسبيراتوري سيستم. باقي بهمني جينيتاليوم هومينس ويوريا بلازما يوريتيكم. اكتب هالمحاضرة ما حكى عن جينيتاليوم لكن يبتم ايضا انفكشن ماشي، وحكى عن الهومينس واليوريتازم. هسا كيف نعمل احنا دياجنوزس وتريتمنت؟ التريتمنت يضمن الان هي انترسيلور. اوكي هي فري ليفينج لكن اذا تم انفكشن بتفوت جوا الخلية وبتعيش جواتها، انها ايش فاستيديس، فبالتالي راح اشوف انا شو التريتمنت، تتراسايكلين دوكسوسايكلين اذا كان ادلت، واذا كان جنت بيجنت ومن ممكن يعطي الكتروميسا ونيو مايكرولايتس. اوكي طيب مايكوبلازما ديجنوز اند تريتمنت، خصنا التريتمنت نرجع للديجنوز سيرولوجي اكيد. اشوف هسه الكلتشر يعني الدكتور ما حكى عنها اوكي، بس بسيكلي اللي عشان نغطي المحاضره هم بزرعوها بروث. بروث هذا بيكون مش اجار سوليد لا بيكون سائل، فيه بنسلين
يعني ريزيستنت للبنسلين فما راح تموت منه. وجلوكوز وفينول ريد بي اتش انديكيتر، بس اذا عشان هيك نحاول نشمل المحاضره انه الفينول ريد بي اتش انديكيتر بتحول لون الاصفر لما تعمل للمايكوبلازما فيرمنتيشن لجلوكوز. اوكي اوكي يا تشينج اوف كلر، بس عشان اسم المحاضره يعني فروم ريد تو يلو انديكيتس مالتيبليكيشن اند فيرمنتيشن اوف جلوكوز. بعدين بعمل سب كلتشر بالعربي ايه على تريتمنت كم مره؟ دوكسيسايكلين اريثروميسين. هسه هاي توقع ريزيستنت لمين؟ لا البكتيريال، لانه ما عندنا بكتيريا سيل وول، فبالتالي اي انتي بايوتيك مستهدف السيل وول على الفاضي. لان سيل وول ديفيشنت بكتيريا بسموها انترنسيك ريزيستنس باي ذا واي، يعني ما اكتسبتها هي اصلا موجوده فيه. عكس مثلا بيتا لاكتاميز، بيتا لاكتاميز مش موجود بالبكتيريا، من كثر استخدام انتي بايوتيك صار موجود، لكن هذا اصلا هي ما عندها سيل وول. نيو ماكرولايت كلاثروميسين اي شيء مايسن. هسه هنا في ما لاحظ حد يحكي للدكتور ويعلمنا احنا الاطباء يعني المستقبل باذن الله، انه بيحكي لك نيو ماكرولايت ار بكتيريوستاتيك بس ار افكتيف اجينست انتسيور مايكرو اورجانيزم ذس كوليد تو ذا ريزيستنس اوف انفكشن كلينيكال ريلابس ذس كونتاست وذ ذا فلوروكوينز ويتش ار كونسيدرد باكتيريا سايتد. مقصود هو انا ما راح اجي على سؤال، لكن انه بحكي لك انه اللهم صل وسلم، تذكر موضوع البنسيلز مع كلاماديا انه هو كلاماديوستاتيك. قلنا بيحكي لك الماكرولايتس بالنسبه للمايكوبلازما بكتيريوستاتيك، ممكن ظلها موجوده جوا الخلايا وتعمل ريلابس وكرونيك انفكشنز. فبحكي لك هون الدكتور انه لما بدك تتعامل مع تمارس الطب بدك تمارسه عن علم فقط، بس من ناحيه الادويه انه بحكي لك الشركات بدها تبيع، موضوع تجاره يعني وتتبيع. فبصير تحكي لك الماكرولايتس ماكرولايتس ماكرولايتس وبتحكي لك انه ممتاز وكذا، بس ممكن في ممكن احتماليه انه يكون كونه بكتيريوستاتيك يسبب ريلابس انفكشن. بحكي لك في انه كونتروفيرجن انه نبدل ماكرولايتس بالفلوروكوينونز. اوكي اوكي انا قرات مصطفى محمد شفت بيبنكوت مش عارف اشرح بدون ما حاضر منه انه بيستخدموا ليفوفلوكساسين هذا فلوروكوينون وازيثروميسين ودوكسيساكين فمكتوب يعني، لكن في دراسات ممكن تحكي لك او اراء بتحكي انه كونه بكتيريوستاتيك ممكن يساعد بريلاب على مبدا البنسلين ماكلاماتي. اوكي يعني ايش على هامش يعني، فاعطي الدواء عن علم ولا تعطيه عن ايش تسويق، بما انه بسقوله كثير اذا ممتاز زي ما زي سلفه معجين الاسنان 70,000 معجون له دعايه، لكن فعليا هل هو كما يظهر بالدعايه؟ الله اعلم. يوروجينيتال مايكوبلازما زي ما حكينا احنا الكلاماديا انفكشنز، كلاماديا تراخوماتس ثلاثه سيرو تايبس، وعندنا كمان نمونيا وستاسي. راح نحكي عن مايكوبلازما نيوروجينيتال وانز. مايكوبلازما نمونيا على طول يعجن. باي ذا واي المايكوبلازما ممكن تكون كومنسلز موجودين بالفاجينال فلورا مثلا او بوتشنستيك باثوجنز زي الكانديدا يعني حسب الاميون سيستم ستاتس. معروف ظهور الفاجينال ثرش دو تو كانديدياسيس هذا علامه على ايدز، نفس الشيء يعني هي اوبوتشنستيك باثوجن حسب الاميون ستاتس ضعفت الاميونتي تستأسد على الجسم. المايكوبلازما لاب تيست از ذا لاست تو بي اوردر، هاي معلومه كثير مهمه يعني هاي اللهم صل وسلم على الدكتور دائما بضربها من كتاب انه يعني هي مش موجوده عندنا. كل سكوت لم ديزيز الحمد لله الحمد لله الحمد لله قليلين جدا عندنا، لكن اذا واحد بداوم بعياده امراض جنسيه بامريكا بنشوف حالات كثير زي هيك. فبالعياده هذه بامريكا بطلبوا المايكوبلازما لاب اخر شيء، اللي هو يعني استثنينا كل إشي بالدنيا خلاص اعمل مايكوبلازما بلكي يطلع ده مايكوبلازما. كيف هتنتقل؟ نحكي عن يوروجينيتال، فالغالب راح تكون ايش؟ سكشوالي لازم يعني سكشوال كونتاكت يعني تختلفش عن الكلاماديا تختلفش عن الجونوريا يعني ممكن فيرتيكال ترانسميشن تشبه مين؟ بعض الجونوريا. شوفوا يا اخوان مايكوبلازما والجونوريا والكلاماديا نفس الشيء اللي هو سكشوال كونتاكت، ومن فيميل لهير بيبي شو بيكون؟ فيرتيكال ترانسميشن يعني فاجينال بيرث. أنا أخذنا ترانسبوسنتر كمان صح؟ ذكر ترانسبوسنتر CMV؟ لا هذا مش ترانسبوسنتر. They are a major cause of infertility صحيح and they are an important cause of UTI. نعم UTI لأنهم بيعملوا non-specific urethritis بالذات اليوروبلازما يوريتيكم بالذات اليوروبلازما يوريتيكم. infertility ليش؟ فليخفى القمر PID pelvic inflammatory disease. فتفوت شوي in details المايكوبلازما هومينس يوروبلازما يوريتيكم، قلت لكم فوق انه الدكتور حكى هومينس يوروبلازما يوريتيكم، لكن جينيتاليوم ايضا تعمل ايش؟
يعني infections. حكى لها الدكتور ركان بالمحاضرة الأولى اللي هي كانت أهم محاضرة بالمصاب صراحة، لما حكى عن اليوريثرايتس حكى الجونوكوكل والنان جونوكوكل، والنان جونوكوكل ممكن يكون سكشوية ترانزميتد أو مستكشوية ترانزميتد، زي دي لما يكون مثلا ستاف أوريس أو إيكولاي بيكون مثلا عندك سكشور أو كاتيتر هالحكي. لما حكى عن سكشوية ترانزميتد حكى إيش؟ يوروبلازمينوتيكا مايكوبلازما جينيتاليام هومينس وذكر كثير بكتيريا صراحة، هنحكيهم بعدين تحت أصلا نحكيهم هون إن شاء الله. المايكوبلازما هومينس هاي بتعمل أكيوت بايلونيفراتس بالبريجنانسي، هي مش إن البريجنانسي تعمل إكتوبي بريجنانسي، لا هي ليش تعمل إكتوبي بريجنانسي يا أخوان؟ لأنه بيلفينج إفلماتري ديزيز أو سالبنجايتس أو جوبوفين أبسس، فهذا كله بيأثر على انتقال الأووسايت أو الفيتس لعند مصمم اليوترس، بذات السالبنجايتس يعني، لأنه أنت تضرب السيليا فتحريك الزايغوت وبعد ما ينقسم بيكون مولو، بس تحريك هلا اليوترس بيكون امبير، فبالتالي وين بده يعمل امبلانتيشن؟ بالفلوبيان تيوب. و90% من حالات الاكتوبيكنسي ما بتكون بالفلوبيان تيوب، بيجي بعديها الاوفرز. بريماتشور ديليفري طبعا اكيد يعني، ميسكارج اكيد، وفيبر وين بالنيوبورن. اهم شيء صراحه الاكتوبيكنسي يعني، اوكي بريماتشور ديليفري وميسكارج برضو بصير، وفيبر نيوبورن. يوروبلازما ريتيكم تعمل نان جونوكوكال اورثرايتس، اي سو امبورتنت يعني. بالبريجنسي تعمل لو بيرث ويت ونومونيا نيو بونز وسبتسيما نيو بونز، مش كتير مهم تحفظون بالحرف يعني، اوكي، لكن ميزول ان يوروبلازما ريتيكم مهمه بالنان جونوكوكال اورثرايتس. المايكوبلازما منس بيشوفوها بالاكوت بانو نفرايتس. ليش بقول لكم مش كتير مثلا هاي ان بريجننسي لو بيرث ويت نيمونيا نيو بون وسكسن نيو بون مش مكتوب اكتوبيك بريجننسي، هاي يعني ما بتعمل اكتوبيك بريجننسي؟ لا بتعمل برضه، شايف الاكتوبيك اكتوماتو ديزيز، فمش مهم كثير تحفظوها بالحرف يعني. وبالنسبه حالة امينو كومبرومايز بالبلازمينوتيكوم يعني الانسان لما يكون امينو كومبرومايز شو ما يصير يصير يعني، عفوا مش شو ما يصير 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 اي شيء يعني، سبريتيف ارثرايتس، بيرزستنت ارثرايتس، سبتيموس ابسيسيز، كونكشن ستاتس، مش كثير مهم تكونوا حافظينها بالحرف يعني. اهم شيء يوروبلازمينوتيكم تعرفون المايكوبلازما، اللهم صل على محمد، تملي نان جونوكوكال اورثرايتس. هتيجي يعني نحكي كترتيب الاكثر سبب للنان جونوكوكال اورثرايتس بتكون كلاماديا تراخومات، بيجي بعديها مين؟ يوروبلازمينوتيكم. والهم الناس بس عرفونا اكيوت بانفلس. امر على بريجنسي هنا مرور كمان تكونوا تتعبوا حالكم فيه يعني. اجعل نان جونوكوكال اورثرايتس، نان جونوكوكال اورثرايتس يا اخوان هاي شو؟ هاي اسم الدلع تبعها نان سبيسيفيك اورثرايتس، سمبلي هي يورثرايتس نت كوزد باي جونوكوكس سمبلي يعني. وهي الموست كومن سيكشوال ترانسميتد ديزيز او انفكشن، اوكي، وهي نان سبيسيفيك، هي مهمه جدا يا اخوانا، هي نان سبيسيفيك جينيتال انفلاميشن اوف ذا يورثرا ذات از نت كوزد باي جونوريا. اتوك تعرف الصافيه هي الصافيه نان سبيسيفيك جينيتال انفلاميشن، لانه انا لما اعمل سمير وافحصها تحت الميكروسكوب بلاقي نيجاتيف، مفيش شيء لانه ما في شيء، هيك بسميها سبيسيفيك. بينما الجونوريا بشوف انا جونوريا باليوريثرا، اوكي، هاي بريدومينانتلي انفكتس ميلز، بالفيميلز بتكون بالعاده ايش؟ اسيمتوماتيك، بالعاده اسيمتوماتيك، واذا صارت سيمتوماتيك ما بتكون يوريثرا بالعاده يعني، هي بالعاده اسيمتوماتيك. اذا اجت فيميل تشكو من هاي بالعاده ما راح تكون يوريثرا، بتكون سيرفيسات، لكن ممكن تجي يوريثرا بس ممكن يعني، بس هي بالعاده هي سيرفيسات. بالماز بهمنا بس بسبيك يوريثرايتس، يوريثرال ديسشارج بيكون ثينر مقارنة بالجونوكوكس، بيكون مور ميوكويد يعني ايش؟ كونسيستنت بيته اسمك من لما يكون مع الجونوريا. الجونوريا بيكون تيك كريمي بس حسب ما اتذكر بيكون تركيز الوايت بلاد سيلز بيكون اكثر، اوكي، بيكون اكثر فيه يعني جونوريا اكثر فيها، يكون مور بيرولنت. هذا مش بالجونوريا، بيكون باليوريثرال ديسشارج. تكون عارفين يوريثرال ديسشارج من نان سبيسيفيك يوريثرايتس، ناس احط صور اعذروني، مورمي كول تنا موربيرين، لكن بالجونوكوكس بيكون تيك كريمي باس. بالفيميز يوجوالي اسيمتوماتيك، لانه مش لانه عندك شيء ثاني بحكي انا بعدين باذن الله، اعذروني هم بدي احكي انه الجونوكوكس انفكشن بالفيميز عادي بتكون اسيمتوماتيك بعدين بتصير سيمتوماتيك، بالميز لا بتكون على طول سيمتوماتيك، بس ملهاش علاقه هون. نشوف الموضوع.
خلنا أيام الجنرال مايكروبيولوجي هاي إلى علاقة كمان بالترايكوموناس فاجيناس. ترايكوموناس فاجيناس تذكرهم بدأت تدري شو حكيت أسيمتوماتيك وين بالميل يقولون كوكس العكس بتكون أسيمتوماتيك بالفيميل. بس لما تكون أسيمتوماتيك مشكلة لأنه يعني أسيمتوماتيك الجان مش حاسة حاله فجأة إكستنسيف دامج صارت فهمتوا؟ هاي مشاكل مثلا الكرونيك انفلاميشن مثلا زي مثلا تذكروا بالباث الكرونيك انفلاميشن بالاندوميترايتس فيك سيمتومز تشكي من انفرتيليتي تشكي من اكتيف بريجننسي ليش؟ عندها جونوكوكال انفكشن عامل كرونيك اندوميترايتس مثلا يعني as the possible causes of non-gonococcal arthritis عشان ننهي بهاي السندروم هاي هاي يلدا يعني بديش حد يفوت الامتحان لو حافظها ودارسها منيح مش عشان عشان الامتحان وعشان ما بعد هاي كثير مهمة أنا most common secondary infection يعني كلامادة تراخوماتس سيروتابس دي توكي 50% من الحالات ال non-specific arthritis راح يكون إيش سببها كلامادة most common cause incubation period مش مهمة they often cause chronic infection صحيح و recurrent clinical attacks اوكي اوكي neuroplasmolytic كانت تجي بعديها minority of cases بعديها trichomonas vaginalis only few cases هو انه بالنهاية ذاك انه هاي سيكشوال ترانسميتد ديزيز يعني اوكي secondary bacterial infective causes like يعني coliforms و anaerobes و gandinella يعني مروا على مروا الكرام اوكي نمشي كمادة تراخوماتس بعد الروبلازمولوتيكا clinical presentation of NGU كيف تيجي؟ بيجيك ميل اوكي عنده acute urethral discharge وكونه عنده urethritis عنده dysuria شو بيكون نوعها؟ حضر معنا في الأول بعرفه بيكون initial dysuria اللهم صلى الله عليه وسلم gonorrhea must be considered in the deficient diagnosis طبعا لأنه ما أخذ كاتيجوري لحال هاي. شو الكومPLICATIONS؟ إبيديدماتيس طبعاً. بروستاتيس أكيد. بروكتاتيس وأهم إشي رايتر سيندروم رح نحكي عنها بعد شوي إن شاء الله. رايتر سيندروم أسيبتيك رياكتيف أرثرايتس. واي مصيبة صراحةً. إن فيميلز mostly asymptomatic هن نحكي عن non-gonococcal arthritis. ممكن يجوك يعني mucopurulent cervicitis. أوكي. Some patients may present with actual acute urethral syndrome. As acute urethral syndrome, شو هاي؟ As هم mostly asymptomatic. وإذا بديشكو بيشكو غالباً بالسيرفيساتس. ممكن يجوا في ميز بيرثراتس، أوكي؟ وفي ميز عايجوا في ميز عايجوا بإشي بسموه acute urethral syndrome. اللي هي مرت معنا محاضرة تحت مسمى urethral syndrome دون كلمة acute. اللي إيش يعني؟ تأخذ اليورين كلتشر تعطيك إيش؟ negative growth. ما في growth للبكتيريا. لازم يكون ذكر إحنا خلنا محاضرة أولى. باليورين كلتشر احنا كيف بناخذها بناخذ من ستريم كلين كاش بعدين بطلع الجروث لازم يكون بالعاده مونو بكتيريا الجروث بيور جروث كمان ايش عدد البكتيريا كوني فورم جنتس ناسي وحده القياس وكانت مدتها 10 قوه 5 فاكتر هاي اقل من حتى 10 قوه 2 كوني فورم جنتس بير ميل كان لازم 10 قوه 5 فاكتر عشان تعطيني بوزيتيف هاي تيجي اقل من 10 قوه 2 هاي 10 قوه 2 هاي مش 102 وبس ايش العيان العيان عنده lower UTI symptoms او هنا مكتوب على المحاضره one or more cystitis symptoms اوكي بالجماعه بايوريا اكيد هي يعني ما في growth للبكتيريا باليورين significant growth اقول هاي بوزيتيف هاي سبب الانفكشن يعني ولكن عنده بايوريا وعنده symptoms اوكي اوكي هسه الكومبليكيشنز ل non-gonococcal arthritis اللي دو تو كلا يعني كلا ما تراخو مال جوت لازم يتكم تكمز بالناس والشباب شو بيعملوا بيلفينغ في الماتروديزيس وان يونيت الكونجكتيفاتس طبعا لانه ممكن تكون اللهم صل على محمد ما مثل التراكموز الناس بتسبب انفكشن يونيت ولا لا لكن الكلاماديا هسه خلناها فاجينا البيض والمايكوبلازما برضه ممكن تعمل انفكشن يونيت اذا كان عامل كونزيشن بالفاجينا دياجنوز اند تريتمنت اوف نون جونوكوكال ارثرايتس هسه شوفوا كيف The best clinical sample would be urethral or cervical discharge. هاي المعلومة دائما بحكيها الدكتور. Keep it in mind. إنه بهاي الـ urethritis, infections, أو inflammation, بأخذوا دائما لازم تأخذ أنت عينة discharge. مش تأخذ swab. أوكي؟ ما تأخذ swab. Swab يعني جودة أقل من جهاز التعبير. حكيت عنها هاي قبل. إنه gram stain negative result ما في بكتيريا. Swab اللي بأخذوه عشان antigen detection by elicerin fluorescence. وديانيا بوبينج هي أحسن شيء. مكوي إذا أنا شاك إنك لاماديا. والتريتمنت
غالبا راح تكون كلاماديا وبيجي بعد يوروبلازما، فلازم انا الفيرستونيك وين دي تتراسايكلينز وازيتروماس تتراسايكلينز او ماكرولات، وممكن نعطي ازيتروماسين سنجل دوز اللي قديش نعطي مش مهم، اهم شيء اعرفه ازيتروماسين دوكسي ازيتروماسين سنجل دوز مش ممكن سنجل دوز. حتى رايتر سندروم ثلاثة سندروم احنا حكينا اللهم صل وسلم، راح نحكي عن تو باثوجينز كما جو مايكوبلازما واربعة سندروم، حتى كان مكتوب ثلاثة قلت لكم لا هم أربعة. نان جونو كوكل خلصنا، شو أهم شيء بالنان جونو كوكل يا إخوان؟ إنها إيش؟ مش جونو كوكل اسم سببيتها most common sexual transmission infection predominantly found in males، بمعنى نان جونو كوكل يعني مثلا which of the following is mismatched، نان جونو كوكل urethritis predominantly found in females، هاي شو؟ mismatched، إذن هذا بختار هي predominantly found in males. حلو هالمحاضرة إيش؟ مثلا أربعة سندروم صح؟ نان جونو كوكل urethritis هاي males، perfect fantasy disease هاي females، يعني كل واحدة مختصة بجنس دون الآخر، بس كل الحفظ يعني هي بس والأم مشاكل يعني في النهاية مشاكل طبية فمش حلوات يعني أبدا. فهاي يعني أقول كل الثلاثة بتكون بالmales. الأستاذ استدرك سولي عليه إنه thinner وmore mucoid وmore prevalent مقارنة بالgonococcus females بالعادة asymptomatic. شو أكثر مسبب كلاماليا تراكوماتيس روتاس دي تو كي مثلا which of the following is mismatched non-gonococcal arthritis and chlamydia infection A to C؟ خطأ، هذا مش هذا يعني هذا مش ماشي، هذا بختار فهمتوا علي؟ فركزوا على الشغلة يعني. بيبني نعرف إنه most common cause chlamydia trachomatis، بيبني أعرف إنها اللهم صل محمد بالmales predominantly، بالfemales asymptomatic، وممكن تتسبب acute referral syndrome يعني هاي syndrome ضمن non-gonococcal arthritis. ومفعين خمسة صاروا تعدد يعني. بهم تعرف الأكوت وثيث سندروم مرتبطة مين؟ ننقل كليتراتس بالفيميلز وموستي شو بيكونوا أسمتما؟ وثيت من سهل تتساكن دوكسي تترماسن زيترماسن، وإذا لقلنا أنه تراكوماس باجينال شو بنعطيها؟ أو شو بنعطيه؟ نعطيه إيش؟ مثل نيلازول. راتر سندروم هاي مقدمة طويلة اللهم صل محمد، لسه مو ديزيز براتر سندروم مش مهمة يعني اللهم صل على محمد، لكن بيهمني نعرف انه غير الاسم لأسيبتيك رياكتيف ارثرايتس. واذا اجى السؤال برايتر سندروم عادي الأسيبتيك رياكتيف ارثرايتس يا اخوان ايش هي؟ ما مش عارف احط هي أسيبتيك ورياكتيف ارثرايتس يعني ايش؟ انفلاميشن بالجونز. طيب رياكتيف شو يعني وأسيبتيك شو يعني؟ أسيبتيك معناها يا اخوان لو انا اخذت سينوفيال فلويد اسبيريت وفحصتها رح ألاقيها نيجاتيف ما في بكتيريا، فهي نون انفكشوس ارثرايتس ورياكتيف. ليش؟ لانه احنا اللهم صل على سيدنا احنا عندنا انفكشن جوينج اون بالجسم مثلا باليو جي تي، ولكن رح تظهر ارثرايتس رح يظهر مثلا ماوث ألسس. ليش؟ عشان اوتوميون، عشان اوتوميون رياكشن يعني هايبر سنسيتيف رياكشن. اوكي يعني المناعه متحفز زياده عن اللزوم فقاعده بتدبر من دم بتدمر عن جنبه طرف، وفين هذا الديزيز باد يعني بس بتشوفوا ليش. هو مثال على سبوندلو ارثروباثي، هو سيرو نيجاتيف سبوندلو ارثروباثي. سبوندلو ارثروباثي هذا امبريلا فيها سيرتن ديزيزز منهم الاسيبتيك رياكتيف ارثرايتس، هذا اوتوميون دامج للكارتج اوف جوينتس، هذا بريدومينانتلي هذا نوع التخطيط يعني سيء صراحه مش مشكله، هذا بريدومينانتلي فاوند ان مين زائد HLA-B27 يعني بيكون رجل HLA-B27 هذا يعني للأسف معرض بشكل كبير إنه يصاب بالأسيبتيك رياكتيف أرثرايتس. 80% من patients عنده من بيكونوا من HLA-B27 بيكون عندهم إيش؟ أسيبتيك رياكتيف أرثرايتس اللي هي سيرو نيجاتيف سبوندلو أرثروباثي وروماتو إيش ما نعرف نيجاتيف هاي روماتويد فاكتور سيرو نيجاتيف يعني ما عنده روماتويد فاكتور ما عندهش روماتويد أرثرايتس ولو إنه مش سنسيتيف يعني أو مش سبيسيفيك عفوا الروماتويد فاكتور مش سبيسيفيك للروماتويد فاكتور لكن مكتوب انه نيجاتيف نيجاتيف. هسه هاي كثير مهمه كيب ات ان مايند وحفظ هاي حفظ حفظ يعني ما عاد بحكيش حفظ بس هاي حفظ اللهم صل على محمد. بدكم تعرفوا انه الاسيبتيك رياكتيف ارثرايتس هي قلنا لكم رياكشن ان انفكشن جوينج من بلاس بالبادي ومناعه كبست على كل الجسم. الانفكشن وين بتكون؟ مكانين جينيتال وانترت يعني هاي بالجي اي السيستم القوي راح تمر معنا كم مره اسيبتيك رياكتيف ارثرايتس. فتكونوا حافظينها سلمونيلا
شيجيلا يرسينا وكامبالو باكتر اما جينتال هو اللي يخفض القمر كمان تراغو ماتيو دازمتيكا مناسيرا جونوري يعني سيقول يمكن تعملها اصلا موست كومون كوز اوف ارترايتس ديكا سكتك كانت جونوريا يعني جونوريا مشهوره كثير بارترايتس بس شو اللي اكتب ادرس ممكن تسبب سكتك اكتب ارترايتس هسه كيف نحفظهم يعني كلامات تراغو ماتيو دازمتيكا بينات مثل جونوريا بينه الانتريك يعني احنا بهذا يعني كنا سنه ثلاثه المفروض نعرف نص من تعمل جاي تراك انفكشن شيجيلا بتعمل جاي تاك انفكشن كامبالا باكتر برضه بتعمل جاي تاك انفكشن يرسينا مرت مانا بلاتشلس وسمينا برضه مرت مانا بلاتشلس يرسينا مو شرط تعمل جاي تاك انفكشن ممكن تعمل نمونيا من انجايتس سيبتسيميا لكن ايضا تعمل جاي تاك انفكشن اكيد بتعمل ضوء الحفظ بليز ضوء الحفظ طيب نيجي على الكلينيكال برزنتيشن وهذا صراحة باد يعني صراحة شوفوا كيف في عندنا كاركترستيك تريات بيجي فيه البيشنت بيشنت بيجي مجموعة أعراض يعني بداية سندروم هاي بالنهاية فشو الأعراض اللي بيجي فيها شوفوا معي هاي حلوة صراحة كان سي كحفظ يعني كان سي كان بي كان بندني أور كانت كلايمب تري ما بيقدر يشوف ليش من عنده اللهم صل وسلم كونجنكتيفاتس أو يوفياتس بالحالتين هذول انفكشن بالآي يعني وعنده كمان كانت بي عنده يورثرايتس بالميلز وبالفيميلز غير راح يجيب سيرفيسايتس يجيب سيرفيسايتس وعندنا كمان كانت بنداني يعني عنده أرثرايتس هاي بتكون نان انفكشنز كلهم نان انفكشنز لأنهم رياكتف بالنهاية وإيستي أرثرايتس بالجوينز وهذا بيكون بالعادة باللارج جوينز وريلاتيف سبيرينج للسمول جوينز اوكي يعني هاي من بين الأسطر والدكتور حكى ما راح أضيعكم ولكن معلومة طبية مهمة إنه سيبتيك رياكتيف أرثرايتس بضرب اللار جوينتس والسباين يعني وغالبا في عندنا سبيرينج للسمول جوينتس يعني ما تلاقي فيها انفلاميشن غالبا اوكي اوكي هاي اول شيء تريال كان سي كان بي كان بندني نيجي على ايش كمان سيمبتومز بيجي فيها البيشنت سورياسيس لايك ليجنز فيها راش كمان اللي هم مكانين في عندنا سيرسينيت برانايتس عندنا ليجنز على البينس مثلا شوفوا كيف هيو هاي مش سورياسيس هذا عشان يبين ايوه هيك هاي مش سورياسيس اسوس لايك ليجنز دو تو اسيبتيك رياكتيف ارثرايتس ده كونها رياكتيف انفكشن ممكن تكون مش شون حتى الانفكشن لكن في عندنا رياكشن سبب حدوث الانفكشن هون او مش انفكشن هذا حدوث هون ليجنز تطلع هون وعندنا كمان ليجن بسموه كيراتو ديرما بلون هارجيكا اسم طويل لكن حقه سهل ما فيش شيء بيشبهه صراحة عندك باستولار هايبر كيراتوسيس في سكين اوف فيت وذ سمول هارد نوديولز اون سولز اوف فيت اند توز والصورة ابلغ تعبير شوفوا كيف عندنا هايبر كيراتوسيس اوكي عندك كاستنج يعني وذ سمول هارد لانه بالنهاية هايبر كيراتوسيس كيراتين هارد لما يكون كثير منه small hard nodules on soles of feet and toes يعني احنا hyperkeratosis بصوا hyperkeratosis مع النوديوز شايفين احنا هون ممكن يعني ايضا mouth ulcers يجي البيشنت مثلا يجيك بترايل ويجيك mouth ulcers مثلا ممكن يجي serious GI symptoms زي مثلا Crohn's disease مش مالكم مش Crohn's disease لا بيجي serious GI symptoms شبيهة بCrohn's disease وممكن يجي حتى aortic regurgitation وpericarditis كمان فهذا هاي ييلد مهم جدا الاسيبتك رياكتيف ارثرايتس هي سيرو نيجاتيف سبوندل ارثروباثي اللهم صل وسلم هي اوتو اميون صار لنا انفكشن المكانين يا انتريك يا جينيتال انتريك اس اس واي سي سمن لا شيجيلا يرسينيا كامبالوباكتر الجينيتال لا كمان تراخوماتس يوبلازمينوتيكم وناسكيلا جونوريا الترايد مهم كان سي كان بي كان بندني ممكن يعمل ايضا سورياسيس لايك ليجنز سيرسينيت بلانايتس كراتوديرما بلون هيرجيك هذا كله شوفوا يا اخوان قاعده الاوتومين ديزيز معقده جدا يعني شو دخل واحد عنده انتريك انفكشن يصير عنده هاي يعني معقده جدا بتيجي بالحفظ بالنهايه يعني كيف نربط بعض نحفظها يعني بس اوكي ما في بقدرش اشرحون شيء يعني فبتيجي حفظ اهم شيء بس تعرفوا اصل الديزيز انه اسيبتك رياكت نيجي على الديزيز الخاص بالفيميلز هسه انه هذا predominantly بالميلز non specific urethritis mostly symptomatic بالميلز mostly asymptomatic بالميلز نيجي على الديزيز الخاص بالفيميلز هسه بلدنج فيماتو ديزيز it is a common syndrome وسيندروم اوكي مجموعة اعراض
that mostly affects one in 50 sexually active females بالأعمار 15-24 years. طبعا هذا مش عنا, هذا لقينا مثلا بأمريكا وهيك يعني. عنا لا, عنا أكثر شيء بيجوا أقلت الدكتور 50% لولب, تركيب لولب بديش أحمل, أو فك لولب بدي أحمل, أو تيجي إيش فاجيناتس كانديدياسس بيكون كانديديا عفوا فاجيناتس دو تو كانديدا أوفر جرون. بس هاي معظم حالات زي هيك, وفي الحالات المتفرقات هون وهون منهم هاي, بس هاي نادرة يعني إنه أصلها mostly related to sexual transmitted infection, هي نادرة عنا هاي لازم ندرسها يعني. مهمة شو تعريفها؟ simply هو vague, هو vague terminology. terminology هيك ما يعني مش متخصص بإشي معين, لكن وصف عام لـ infection بتصير بالـ female urogenital tract بشكل عام, uterus, fallopian tubes و ovaries كمان, وبت would progress to scar formation with adhesions to nearby tissues and organs. This would lead to infertility. وكمان إيش ectopic pregnancy, ممكن تسبب ectopic pregnancy. وتذكر وكيف تحفظوها كيس البثجة عطتني الدكتورة دكتورة علي الله يعطي العافية, محاضرتها كانت جد رائعة والdiscussions جد كانوا رائعات. عطتنا كيس في عمرها 19 سنة جاي عندها discomfort related bleeding, المهم طلع عندها ectopic pregnancy, عندها history of إيش of gonococcal infection two years ago بعد ستين جت بإيش ectopic pregnancy. ممكن يكون ده إيش بليفينج إنفلاماتوري ديزيز, وهذا ترى خبيث إنه السيمتومز تبعته رينج, ممكن تيجي إيه سيمتوماتيك, هاي مشكلة يعني إيه سيمتوماتيك مش حاسة حالة يعني, ممكن تيجي بسيفير سيفير مانيفستيشنز يعني أو سادن سيمتومز فيري بينفول وهيك أشياء. بالعادة ذكر قلت لكم هذا نادر عنا, إذا الحمد لله طبعا نادر عنا سكشوال ترانسميتد إنفكشن, but many other routes are possible زي إنترايوتران كونتراسيبتيف ديفايسز لولب مش لولب هالأشياء حط يعني حطوا ونزعوا بشكل مستمر ممكن يحفز حدوث inflammation. postpartum infections يعني واحد عنده اجهاضات متكررة ممكن lymphatic hematogenesis. اوكي فهو vague term مش اشي متخصص يعني, بتسمعوا pelvic floor disease يعني مش يعني مش شرط يكون sexual transmitted infection, اللي ممكن يكون ايش جاي من vaginal flora can be involved. هي مكتوبة هذا مهم ترى اخوان, هاي زيه زي السيندرومز اللي فوقي of all PI STIs are not the sole cause of all PD PID cases as normal vaginal flora can be involved كمان. فهو قلت لكم vague term, بلشوا دراسة ال PID تكتبوا جنبه vague term. ال PID individuals cases can be due to a single microorganism أو polymicrobial infection. تزبط يعني كمان قلت لكم vague term مش اشي متخصص. It's still a vector. It can refer to viral, fungal, parasitic, لكن mostly بيكون related to bacteria. Because of microorganisms, عنا أول واحد اليوم مسيرة جونورية. اللهم صلهم. حسب ما فهمت من ركود الدكتور, أنا عدت أكثر من مرة. مش 6-7 مرات أسمحها بالضبط. على ما أعتقد المقصود بهاي الجملة إنه 40-60% من حالات مسيرة جونورية راح يطوروا بالمستقبل إيش؟ أكيد سلبنا. مقصود زي يعني. إذا حدا سمع شيء ثاني يتواصل معي يحكي لي أوكي أنا ما شفت عريك وسمعت عريك ما كنت حاضر. كمان تراخوماتس 60% بيعملوا يعني رح يطوروا سلبنجاتس. الأيروبس قلت لكم هاي إشي يا أخوان فيك تيرم يعني سكشوال ترانسميتد مش شرط سكشوال ترانسميتد. كمان عندنا إيكولاي, عندنا جروب بي ستريب. جروب بي ستريب هاي كثير مهمة معلومة عليك على الهامش يعني أخذنا أيام النار بس استمعد لكم إياها. جروب بيستر يا اخواني اسمها ستريبتوكوكس اجالاكتيي اوكي, هي يعني كومون كوز لنيوتال ميمبرز. تذكروا لما حكينا فوق لازم احنا نعمل روتين سكريننج للفيميل جينيتال تراك, اول شيء عند الكلاماديا ذكرنا هاي والراحه هون اوكي. هاي كمان مش عشان مثلا جونوريا وكمان تراكمات, ممكن عشان ستريبتوكوكس اجالاكتيي جروب بيستر لانه ممكن عامل كولونايزيشن اوكي. كفاية مهمة المعلومة يعني. وين الكواد قطعنا؟ الحمد لله. هاي جروب بيسترب. أندريل الستافيلوكوكس إنفكتشنز عشان مثلاً الانترايوتران كونتراسيبتيف ديفايس بالنهاية وإيش؟ فورين بادي بيوفرن جوا الحكي. وأنيروبس بكتيريوز وأنيروبيك كوكساي وهذولا نورمال فلورا. بكتيريوز نورمال فلورا بالتيمين. فمش تيرم سبيسيفيك, ممكن يكون فيرال. باراسيتيك. لكن مصري بكتيريال, ممكن تكون سكشوال ترانسميتد زي ناسيرا جونوريا كلاماريا تراخوماتس, ممكن ما تكون
هسه دي كلها جزء من النورمال فلورا بس مش من الفاجينا يعني. جروب بيستري ممكن تكون عامل كونزيشن الفاجينا. انيروبس بكتيرودز وانيروبيك كوكسيا دول مثلا الفاجينا النورمال فلورا. فيا فيكتور نصيرة جونوريا كمان ترخوا ما تضعوا سكشوية تازميتد. وعنا الاثر جروب الشباب الاخرى. الكلينيكال بريزنتيشن كيف تيجي الفيميل بالفكرة في ماتو ديزيز برود كلينيكال سبيكترم يعني هو ايه قلت لكم من غش دراسة اكتبوا فيكتور على طول. ممكن فيما تجي اسمتوماتيك وهي مشكلة يعني. هكذا تجيك العادة كانت اسمتوماتيك تجيك شو تجيك انفرتيليتي او اكتريبيجنسي او ممكن تكون سبير يعني تكون حاسة حالة البيشن سيمتومز انكلود يلا عد فيفر سيرفايكال موشن تندرنس وهذا is not a symptom is a sign. فرق بين سيمتوم وساين. سيمتوم بشكي منها المريض الساين بتشفى الطبيب. lower abdominal pain back pain مثلا dyspareunia اللي هي painful sexual intercourse unusual vaginal discharge أو bleeding. هل في إشي specific للPID؟ لا أي إشي ممكن يعمل fever. lower abdominal pain يعني كثير ناس بيجوا lower abdominal pain وعادي يعني ما راح على الطبيب. back pain دسبرونيا لا هي يعني لازم يشكو منها هاي ممكن تكون مثلا سببها اندوميتريوسس باي ذا واي. انيوجوال فاجينال ديسشارج او بليدنج لاحظوا انيوجوال مثل واحد عندها مينورهيجيا راح تعمل سيكينج ميديكال انتنشن يعني اتفق على هون هاي بالضبط. اوكي اوكي بي اي دي ميبي اسوشيتد وذ عد اندوميترايتس بريميترايتس سلبنجايتس اوفورايتس تيبو فين ابسس بيريتونايتس اكتوبيجنس انفيرتيتي فيتس هاف بيتل سندروم والد ليفر كاب ليفر كابسول انفورميشن ذات ان بيري هيباتيك اديل. قبل ما نخلص هون اذا انا بس احسن هون على السريع هيك ونخلص باذن الله. كيف نحفظ هذول؟ هم مش للحفظ اول شيء يعني بس سهله يا اخوان. شوفوا كيف بي اي دي شو تعريفه؟ انفكشن او انفلاميشن بالفيميل جينيتال تراك. الجينيتال تراك شو فيه؟ روبين تيوب. اذا شو سالبنجايتس اوفري شو اسم الانفلاميشن تبعها؟ ديستس كان اوركاتس الاوفري او فورايتس مش عندي اوفري. ممكن يكون عندنا الانفلاميشن يتطور لابسس بين الفلوبيون تيوب والاوفريس فتيوب اوفرين ابسس. ممكن تيجي بندومتراتس طبعا. هسه بارامتراتس على ما اعتقد هي هسه احنا عندنا شيء اسمه بيريمتريوم بيريمتم حول اليوترس فالبارامتراتس على جوانب اليوترس اتوقع يكون قصده هون البرود ليجامنت يعني. بيريتوناتس طبعا ليش؟ لان البرود ليجامنت موصول مين؟ بالبيريتونيوم. اكتف بيجنسي اكيد لانه احنا عندنا انفلاميشن وين؟ بالفلوبيون تيوبس فسيليا ار ديسفانكشنال. انفيرتيليتي برضو ليش؟ عاملين اوفورايتس تيوب اوفرين ابسس سلبنجايتس كله بيأثر. وريتس هاف كات سندروم تري هيباتاتس اوكي شوي هيك. شوفوا يا اخوان حكينا دكتور كان نعيدها يعني هذا اللي فوق هو بريتونيوم ماشي واللي تحت والله مصيب البي اي دي شو هذا ليفر الحمد لله نعم ليفر كبسول هاي الفيرن ثريدز فبيكون عندنا زي الهيجنز بين البيريتونيوم والليفر كبسول دو تو ايش بيريتونايتس. هاي شو اصلها بالنهايه يوروجينيتال تراك نكي ممكن تكون مشكله كانت اسمتوماتيك. اوكي اوكي نيجي على اخر سندروم وهي مش مهم كثير اوكي يعني صارت الهاي يلد ننقول كوكال ثراتس هاي هاي اسيبتيك رايت باثس لازم يجي على سؤال يعني فيري امبورتنت بي اي دي سهل الدراسه ان شاء الله. نيجي على جاي باول سندروم نحلل الاسم جاي من الهوموسيكشواليتي. باول سندروم مش مشاكل وين باللاج بالانتستنز ان جنرال. هسه هذا تيرم اللهم صل على محمد فيو كومبلكس جاسترو انتستنال سندروم. سندروم مو بالنهايه زيه زي سندروم اوكي عند فاريتي اوف سيكشوال تروماز سين ان ماني هوموسيكشوال ميلز بالذات. It was later expanded to include various opportunistic cancers. ليش؟ لأنه يعني السكس شو بنتقل فيه يا أخوان؟ sexual transmitted infections. أهم واحد بيناتهم مين؟ HIV. عشان هيك هو مربوط بvast opportunistic cancers لأنه بيكون patient عنده HIV صح. It's not specific to any disease or infection. أي إشي ممكن يجي فيها. أنت هتستغرب من المسببات طلوا كيف. Reported causes include hepatitis virus. سيفلس، كلاماديا، غونوريا، كامبالوباكتر، شيجلوسس، انتريك بروتوزوال انفكشنز. تمي باستوريتيكا وجادلامبيا هذول مش سكشوال ترانسميتد الا بالهوموسيكشوالز.
أوكي. هسه أنا بحكي لك عن تغيير المسمى مش فوكو منه يعني. Route of transmission سهلة يعني. وبحكي لك إنه there has been a decrease in the incidence of this syndrome after the onset of AIDS epidemic due to changing sexual practices. بحكي لك هون شو؟ إنه لأن لما صار عندك الإيدز هي قل ظهرها. ليش؟ لأنه صاروا الناس يتبعوا حالهم إنه مصيبة إذا انتقل لواحد HIV. فهمت علي؟ هذا مبدأ شو يا أخوان هاي؟ معلومة على الجانب هيك ماش علاقة أبدا بالمحاضرة لكن لطيفة يعني. هسا الأورال كونتراسبتيف تتذكروهم تبعت محاضرات الفارما هم فيهم استروجين بروجسترون صح؟ هذول بيساهموا بزيادة الإصابة بالسيرفايكال كانسر. طب ليش؟ شمو يعني فيه بروجسترون فبيحمل الإندوميتريوم والبريست؟ ليش؟ لأنه بحكي لك الفيميل لما تاخذ أورال كونتراسبتيف هي ما راح تحمل هسا. فبالتالي استخدام ال مثلا الكوندومز والأشياء راح يقل استخدامه. شو هدفه بالنهاية؟ إنه الفيميل ما تحمل صح؟ مش تنظيم نسل يعني عندهم على المؤاخذة. هو إيش؟ عشان الفيميل ما تحمل. فكونها بتأخذ أورال كونتراسبتيف ما راح تحط أو ما راح يحط هو الأشياء هاي، فبالتالي بيساعد على انتقال الهيومن بابيلوما فيروس. في شر البرية ما يضحك، هاي نفس المبدأ. شر البرية ما يضحك إنه عندهم إيدز إبيديميك، فلا صار عندك نحكي changing of sexual practices بين عالم مثلاً تنصيص وخلل ظهوره. أوكي صراحة أنا شو تعلم بصورة إنه مش كثير مهم إنه هو simply complex of gastrointestinal symptoms ومش يعني هيك مميز لإنفكشن معين. في كثير diseases، في كثير infections shigellosis enteric protozoa يعني أشياء زي هيك و complex of gastrointestinal symptoms يعني. أوكي هيكون إحنا خلصنا مساق المايكرو ان شاء الله يعني. اللهم صل على محمد، سهلته عليكم يعني. هي اجت زي يعني ما كنت انا مجهز اني بدي اشرح يعني، ولكن ان شاء الله انه يعني ما قصرت. ضاع لنا اللاب وذاك الايام اللي الفاينل بيجي ان شاء الله وقته. هاي صار انا جاهز. الماكرو مو صعبه، الماكرو مو ماده بصم على العمياني، لا. واحد بحاول يدرسها بطرق معينه بصير اسهل الماده ان شاء الله. درسوا منيح، ذكروا محاضرات الدكتور زياد غالبا سنوات لكن شرحتهم واستفدت فيه موضوعات بالذات. الدكتور كان بيجيب تفاصيل فلازم تكونوا عارفين كل حرف بالسلايدات. كل حرف الدكتور كان سا دكتور كان بصن، كل حرف لازم تكونوا عارفينه يعني. بيجيب اي شيء يعني. والدكتور ناصر اسئلته لطيفه ومحاضراته بتضحك ولطيفه، مش كمحتوى لكن كمحاضرات انبسطوا يعني. وهي انتهى المساق. للتوفيق ويعطيكم العافية جميعاً.